اقول اليوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مره احب فيكم في حلقه جديده سيتي سكاي لاين. اليوم عندنا مشروع جديد، ابغى اعدل المنطقه البتروليه شوي. طبعا عندنا مجموعه مناطق نحن المعادن وغيره، لان من نخلص من هاي بيكون عندنا الطلب شوي على الصناعه يزيد والطلب على السكان يزيد. بس انا سويت شيء براويكم اياه. بعد الحدائق اللي سويتها المنطقه هاي كبيره بس دواوير، بغيت اشوف كيف يطلع شكلها. ما اعرف، اعطوني رايكم انتم في الكومنت تحت وقولوا لي متى بنوصل 10000 مشترك ان شاء الله. ان شاء الله قريبا، يعني هدف هالسنه 10000 مشترك ان شاء الله يكون قريب، ما هو بعيد. انزين، اليوم راح نعدل شوي الشوارع اللي هنا. حطيت انا كم من بير بترول كم شيء على اساس ان الفل الحين قريب، بس بنبدا من الحين اللي هي ابى مناطق داخليه. ليش؟ لان الحين عندنا مشكله نحن. شو ان هني بالاساس اساسا خلينا نخلي اعرف يستوي جسور وما بجسور. انزين، ابى اسوي تقسيمات هنا، تقسيمات حق مصانع داخليه في نفس الوقت غير المصانع الداخليه. ابى يكون مكان متشرك بشكل زين. على فكره حطيت مترو حق كل مكان من الاماكن على اساس الناس تروح الدوامات، يعني في مترو هني، مترو عند المعادن، مترو عند هني 53 يو، هني 12، هني تو 53 كان اشوفها هني، وهني كم واحد يو 26 واحد. الحين ادور المصانع، خلينا ندخل صناعة البترولية شوي بتعمق اكثر. عندنا نحن اول شيء سوينا اللي يسمونه البتروكيميكالز تقريبا، اللي هو وين صار هذا، سوري، بايروليسيس بلانت. هذا شيء يسوي يشل البترول ويحوله البترول استهلاك، يعني بترول السيارات وغيره، ولا حرق، ولا الى اخره يعني، وبعض المنتجات صغيره. الحين نحن بنحط شيء ثاني، بتروكيميكال بلانت. بتروكيميكال بلانت شو يسوي؟ بلاستيك يعني المنتجات اللي يسوونها البوليمر وهالسوالف، في منتجات ثانويه من البترول تاخذها مصانع ثانيه تسوي منها شو؟ بلاستيك. نحن عشان نوصل لهالمرحله البلاستيك لازم يكون عندنا مجموعه مصانع. خلينا نسوي بينهم شويه مسافات. ابى خط رجعه للشاحنات للصوب الثاني، اوكي؟ لان هذي للحين شو بياخذون؟ بيحولون الاويل نفسه لمنو؟ لبلاستيك. بما ان انا بحتاج هذا كله، طبعا المنطقه شوي تدخل في تعقيد وتعقيد وتعقيد، طبعا ما وصل لها كل شيء، لازم نوصل لها شوي خدمات الحين لان بتصير منطقه حيويه. انزين، خلينا نوصل لها في عند السكن، نحط مركز، اشوف لحظه مركز شرطي بوصل للكل. لا، نحط مكان نفسه هني مركز شرطة، ونحط مطافي في المنطقة يغطي المنطقة زيادة لأن هنا عندنا صناعات قوية. خلينا نحطيه في الوسط هني على أساس إنه يقدر يغطي. أوكي، شكرا، فتحة فوقت عدل، يغطي المنطقة البترولية والغابات وكل حد. وإذا قدر يغطي شوية هني، هني صعب شوي لأن تحت إذا هني استوت تحريقة أظن بتستوي كارثة عندي. خلوني أحطي لأنه منطقة صناعية، ابى احطي حق الهليكوبترات هني يغطي شوي منطقه اكبر. اذا استوى طواري يكون عندي هليكوبترات للاستجابه. طبعا انا عندي تغطيه على المناطق، لازم يكون عندي تغطيه على المنطقه هاي وتغطيه على المنطقه هاي، تغطيه شامله نوعا ما نشمل كل مكان. اظني كان عندي واحد هني ولا برج واحد هني ورديت حطيته. بنحط برج داخل اساس يزيد التغطية. نايس، زاد التغطية عليهم، حلو، وايد حلو. الحين استوى عندنا تغطية مطافي في كل مكان. البرج هذا واج تاور، شو يسوي؟ اذا شاف حريقة هني، لان هذا مكان حيوي الصراحة، في وايد كهرباء هني، واذا شوف شو وضع الكهرباء عندنا، شو وضع الماي 200 200. انزين، واذا استوت عندنا مشاكل هني، اتمنى ان التلوث هذا ما يوصل للماي فوق لحظة. اوكي، بعيد عن الماي، اوكي، الحمد لله. انزين، وإذا استوى عندنا مشاكل يقدر المطافي يكون لاحق عليهم. عندنا هليكوبترات، عندنا هذا اللي بحطه السطرة. سجون، والله أحس إنه محتاجين سجون على فكرة، بس سجون بعدين بيكون حلقة ثانية تماما. انزين، خلينا نرجع مرة ثانية لمصانعنا. نحن استوى عندنا مصانع بلاستيك، حلو، وعندنا مصنعين بتروليين. الحين نبقى نحط المصانع بطريقة إن من الممكن نصنع منتجات أخرى. انزين، اويل ريفاين ويست اويل ريفاينينج بلانت. زين، شو يكتب لنا هذا؟ هذا يكتب اويل ويست اويل ريفاينينج بلانت از بروسيسنج بيلدينج ويتش ريكويرز اويل تو برودوس سبيشال جودز بتروليوم بروسيسنج بيلدينج از
ليس عند استري يعني. اوكي ما قلنا شيء، يقول يسوي منتجات خاصة من البترول، لكن انا مش متأكد شو المنتجات الخاصة ماله، فخلوني اسوي خلي التسويق ماله بعيد عن العمال مالي بالطريقة هاي تقريبا، لان يبوا له بترول. هو نفسه هذا سلج، هذا ويست اوير ريفاينينج، انا مش متأكد صراحة يسوي منتجات بترولية هني ويحول منتجات بترولية هني. عندنا ترى وايد مفروض بترول، مش ذاك الزود اظني. خلينا نحط لنا الشغلات الكبيرة. لحظة، هذا يباله ناخذ من هذا القياس ونكبر الفرشاة ونعدل الأرض كاملة ونجيب هذا بعد شوي نضبط الأوضاع. خلي هذا يطلع لفوق، خله هني، لأن إذا بنسير ورا بنرفع بالطريقة هاي. أوكي زين، خلينا نحط هذا. يا سلام، أبغى مخازن كبار. أنا من متى مع إنه ما عندي بترول ليش أبغى مخازن كبار؟ لا هذا فل، هذا 96، هذا 89، ما في حد يستهلك البترول والله تصدقون. انزين خلينا نحط شوي اللي طلع لنا بترول اكبر، لان تعبنا يعني. متى بنتم دارج اويل رج، وهو مش بالحجم الخرافي يعني، بس خاطري احط اثنين، احط اثنين من هاي صح بيكون فنان. الصغار كيف اشكالهم؟ لحظه اوريدي اوكيبايد، خلينا نشوف فايل. اوكي نايس، هذا معناه انتج بترول، عندنا استوى ضخم. واو ما ضخم انتاج البترول اللي استوى، يا سلام. انزين كرود اويل ستورج كاربن، هذا كافرن، هذا يخزن بترول تحت الارض 400 برميل، هذا كان يخزن 600 برميل الواحد، يعني احنا عندنا الاف البراميل الحين، مثل ما يقولون تانك فارم ولا مكان حق تخزين البترول، شيء 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 فنان يعني. انزين بنحطي اللي هو هذا ستورنج الرو ماتيريالز الى اخره، المواد الخام ما له هنالك. هذه بنسويها رصه شوي، وين عند منو؟ ابى احط نوع من المخازن عند صديقنا أح. شكرا، نفط وغيره وهالسوالف. نايس، وصل زين. في مصانع طلعت، ابى احط المخازن عند منو؟ قطار الشحن، كلهم هالصوب يعني، الشحنات بيجي من هالصوب بس ما بيجي من هالصوب. واذا يبون يشحنون خلهم يشحنون ورا، هو يخزن اويل فقط يعني بترول، احنا كلها منتجات بترولية الحين، منتجات بترولية، منتجات مهمة. ان ننزل هذا شو يسوي؟ اوفشور دريلينج بلاتفورم، والله يبالنا تصدقون في مرحلة من المراحل نسوي في الماي، بعدين بنسوي جزيرة او شيء اذا كملنا سلسلة كاملة لهنا ذاك الوقت، بنسوي مكان. ننزل وعندنا بتروكيميكال بلانت، حطينا بتروكيميكال هنا صح؟ ايه، وعندنا فتح اللي هو ويست ريفايننج بلانت، وعندنا ايوه هذا نفتا كراكر بلانت، يوز اويل تو برودوس اويل اندستري اريا سبيشال جوز بلاستيك، بعد هذا بلاستيك ابليس انسايد اندستري اريا اونلي. انزين هذا بنحط منتج صنع البلاستيك على راس المكان التخزين، يطلع من التخزين يروحون على مصنع البلاستيك. زين طبعا مواد خام وغيره شحنات الحين بتجيبوا وبيتصرفون في الوضع، نحن اللي علينا نخلي الخزانات هاي فل، لان استوى عندنا المصانع وايد وراح يستهلكون يعني كميه طيبه جدا 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 من شو؟ من البترول. خلنا شوي نراقبهم، خلنا نسرع اللعبه حبه. المشكله انا بعرف هاي البلاستيك وهذا وين بيروح، لان نحن في الواقع عندنا أخبركم مصانع، المصانع شو شغلها الحين في نهاية اليوم؟ نحن كل هالمنتجات نبغى منتج نهائي، المنتج النهائي مالنا راح يكون واحد من هذيل اللي هو في المصانع. الحين فرنتشر مثلا، فرنتشر شو يبغى؟ محتاج، شوفوا فوق على اليسار في الصورة، مشكلة ما أقدر أشير. إنزين محتاج هني مواد بلاستيك، أبغى أشوف مكان. أيوة مثل هذا بترول بلاستيك، شو يسوي؟ يسوي يقول تيكي فيني هاوس هولد بلاستكس ار نون از ذير ديورابيلتي اند براكتيكال ديزاين، المهم هم معروفين في ان منتجاتهم ممكن الاعتماد عليها ولا ديورابيلتي تتحمل الكرف يعني، وشغلات عمليه.
وهاي سوالف حق البيت من البلاستيك يسمونها، والمصنع محتاج مواد بترولية ومحتاج بلاستيك عشان ينتجها. المهم إلى آخره إلى آخره، يعني شو يسوي؟ يسوي شغلات بيت يعني بلاستيكيات بيت، ما أعرف قلاصات أو غيره أو ربعه. أنا على فكرة ممكن ندفه هنا عند مصنع البترول، لأن كل شيء نحتاجه حقه مصنع البترول، صح؟ فخلونا نسوي هني مصنع بتروكيميكالز، وجنبه بنحطي ميديوم وير هاوس. زين، والميديوم وير هاوس شو بيشيل؟ بلاستيك. زين لحظة، غير بلاستيك شو نقدر نشيل؟ بتروليوم. وين؟ ما في. هاي بتروليوم، فبنحطي بمخزن ثاني بعد على اساس الانتاج يروح وين؟ مال البترول وربعه هني. معناه هني بيدخل عندنا البلاستيك اللي ياس ننتجه نحن في كذا مصنع، صح؟ خلنا نشوف شو وضع الستوك الاويل. ما اقدر اشوف من هني تقرير كامل. اوكي، 53 بارلز الى اخره. كم قاعدين ننتج؟ اوكي، نحن قاعدين ننتج 31، 53 برميل في الاسبوع الى اخره الى اخره. اظن محتاجين نزيد الانتاج، اظن محتاجين نزيد الانتاج، لان هاي لا قاعد يتعبون الصراحة، قاعدين يتعبون. انزين، هذا يوم بيشل البلاستيك، خلينا نتفاهم على الوضع. اوكي، هذا يوم بيشل البلاستيك شو بيسوي فيه؟ بيخزنون هنا مصنع البلاستيك لين 400 طن، اظن اكثر من هذا بيكون تو ماتش. انزين، وهني 15% اوريدي فل، لانك عنده وايد مصانع. ايوه، شوفوا الحين قاعد ننتج اغراض منزليه، تقدرون تقول اي شيء مسويه من بلاستيك حق البيت نقدر نحصره في المكان هذا. طبعا الموضوع شوي معقد، يباله على فكره حسبه اكثر من هاي، بس انا قاعد اوفر الحسبه حق بعدين مش حق الحين. مشكله مش هنا، مشكلة التكلفة والمدخول مالي ارتفع وايد، فلازم هذا يبدأ يطلع اصلا شوية مقابل. هذا اكثر واحد قاعد يطلع حاليا 36,000، بس التكلفة كلها ضايعة في المخازن. اوكي، المصنع مالي لحين ما دخل فلوس. اوكي، وللحين ما في، ما عبوا، تصدقوا ما عبوا للأسف. ليش ما عبوا؟ أنا حاسس مكانه غلط. بس أظن بيرد ترتفع لنا الإنتاجية على فكرة. ليش؟ لأن عندنا قطار. شو أخبار كهرباء؟ أنا أخاف على الكهرباء، من تبدأ مصانع تبدأ هي كهرباء وما يبدأ يروح بسرعة. أيوة، يعني هني ترى في بيوت هني ما انبنت. هالبيوت راح تطلع الحين تطور بناء على المصانع هاي على فكرة. بس انا ابغى اشوف، اراقب الوضع هني دام عندي بترول ومستمر. اوكي، لان شوي انا ضايع في الحسبة مالته، من زمان ما لعبنا سيتي سكايلاين. عندنا بلاستيك وعندنا بتروليوم قاعد يتم انتاجه، وهذا قاعد يستهلك الاثنين. اوكي، عبوه خلاص، عبوه، وهذا قاعد يتعب، يعني اصلا انتاجنا اكثر من كفاية. هذا معناه ان لازم المدخول يتم يرتفع شوي شوي. مشكلة اذا ارفع الانتاجية حق المصانع بسرعة راح يضرب عندي المدخول شوي، لان لازم اتريا يبيعون شوي، لان اذا ما ترشفوا الحين بدي يبيعون. للحين انا سعر التكلفة عندي وايد عالي مقارنة بشو انتاجية. ليش؟ لان هذا 160 في الاسبوع، زائد هذا 480 في الأسبوع، وهذا بيشيلوا منه أغراض بيودون القطار. أوكي، وهني عندنا بعد بترول زيادة على فكرة. لا، بترول وايد عندنا، بس أنا بترول ما نحتاج أكثر من هالكم رقة الصراحة، على أساس أن نحن يفضونهم على طول، لأن عندنا طلب وعندنا تخزين على البترول. لو عندنا طلب وعندنا تخزين على البترول معناه شو؟ معناه البترول شيء قاعد يمشي، ودام عندنا انتاج بلاستيك فراي تراكس نيوز. اوكي، ينتجون 3200 وحدة في الاسبوع، 3200 وحدة، وعندي اوريدي هني التخزين. اذا شغال التخزين قوي، ليش ما احط مصنع ثاني
المصنع الثاني راح يكون مكانه بعيد شوي هني. خلوني اهدم هذا زين واسوي الشارع. الشارع بالطريقة هاي لا ما ينفع، لازم امهد المنطقة كامل. خلونا نمهد المنطقة كامل، خلونا نشيل هالبقعة كامل، نسوي الارض سيدة. اوكي مع الوقت بنبدأ نتفاهم فيها شوي 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 شوي، بس اساسا ان ارتاح نفسيا لازم يكون على الاقل شكله شبه طبيعي قدر الامكان يعني. انزين بعدين نحط لنا الشارع بالطريقة هاي. ما علي بنعدل مع الوقت مو مشكلة. بحط مصنع ثاني حق انتاج اقدر احط مصنع واحد بس هذا يستهلك بلاستيك وش اسمه تمبر وورق، وما عندي مصنع ورق. وهذا شو يبغى؟ اوكي ممتاز عيل. اذا اتصور عيل معناها اذا، لان احنا نقولها بالطريقه هاي، اتصور ان هذا راح يبدا انتاج على حسب الطلب. اذا استوى ان الطلب عالي في السوق تجاري عالي راح يرفع الانتاج. طبعا انا ياس اخلي مستويات الطلب عاليه، مشكله اذا تسكر عنا لو تذكرون في حلقات ماضيه بشكل كبير راح تسوي مشاكل، والمشاكل هاي راح تسبب لنا ازمات اقتصاديه كبيره. انزين الحين بما ان هذا قام يدخلنا فلوس، مشكلة وايد يصرف للحين، يصرف أكثر من مكسبة على فكرة. انزين مو مشكلة، خلنا نحط باص لأن هني والله معانا ما أتصور باص لهني فكرة حلوة الصراحة شخصيا. فكرة المطار هني والكارغو هني يكون ترى على فكرة فكرة ممتازة، بس إذا بطور شوي من هذا بحط مصانع على أساس أقدر أحط مصنع ثاني، أخاف الصناعة تنزل وتستوي عندي مشكلة. الحين تقام يستعمل شاحنتين معناه الطلب زاد عليه صح؟ مفروض اذا هذا تعبى مفروض الباقي يروح بعد التصدير. معناه شوفوا يوم ندخل في المصانع، ايوه الحين بدأ نتكلم، الحين بدأ يدخل فلوس اكثر مما يصرف فلوس. شوفوا وهذا يعتمد على السوق الحالي اللي نحن قاعدين نمشي عليه. الحلو فيه ان احنا سهلنا حركة البضاعة ده من قبل لا نبدأ الصناعة، فبالتالي شو استوى؟ استوى عن الوضع اسهل. خلنا نشوف هل تم شيء. نحن ما طلعنا خرطة ما سويناه في هذا، لانه ما اتصور ان نحن نحتاج مخازن بترول اكثر، لان البترول اذا ما يصرف حرام بعد نحط مخازن. خلاص ما نحتاج مخازن اكثر خلاص، بس ابى احط مكان حق خدمات حقهم تكرير مثل نفايات، لان المصانع البترول في العادة اظن يستهلكون استهلاك كبير. خلنا نحط واحد. كم كوست مال هذا؟ كم تكلفته؟ بنحط واحد بس. عنده ماي ما عنده كهرباء، بنحط له باركنات يمين باركنات يسار حق الموظفين بالطريقة هاي. المفروض يكفون على فكرة أكثر من يكفون إذا ما شبكوا. أصلا ما شبكوا. أيوه هذا بنشتغل بيغطي حاجة، المفروض يغطي نفايات المكان هذا، لأن المصانع بشكل عام تنتج نفايات ترفع إنتاج النفايات بشكل فظيع. عندي مشكلة ثانية الزحمة حاليا، يعني الصراحة زحمة هني ما في، بس ممكن نشيك على الزحمة بالطريقة هاي. أيوة لازم نحل هالمشكلة اللي هني حاصرة هني. على فكرة وسعت المكان كامل لكن بعد عندي مشكلة في الزحمة، لان الناس تبتي من الشارع العام تستعمل هذا الطريق لانه ما في مدخل مباشر الا مكان بعيد هني او هني او هني، وكلهم يبون يدخلون نص المدينة من وين؟ من هذا المكان. فخلونا شوي نحل مشكلة الزحمة على اساس الصناعة والتجارة كلها يمشي. لازم اخلي موضوع صناعة وتجارة يمشي، لان اذا ما مشى راح يسبب لنا ازمة. خلينا نسوي لحظة بارير هذا وينزلون من الجسر ويجون لنا هني بشو منتصف الطريق. وايد وايد مايل وايد مايل. زين ممكن اشوفه لحظة، لا
مش هذا سوري. زين واحد يروح يسار واحد يروح يمين، اكثر من ممتاز. خلنا بس اني بشويه هني. نسوي شوي سيدة بجوار الشارع العام، شكله مقبول نسبيا مش 100%، بس خلونا نسوي بالطريقة هاي. تقاطع فوق الجسر وبنزل الشارع من هني لين، ولا من هني لين هني ما يستوي. وبسوي مخرج، في عندي مخرج على الهايوي من هني، بس هذا المخرج كئيب والله، هذا مش مخرج اوكي الصراحة. ممكن حل مؤقت اني اسوي شو، ست شوارع نفس ما سويت باقي الشوارع، وخلي الناس تدخل من هني، بس بعدها بيكون عندي ازمة على فكرة. بس ابى اخف الزحمة من هني، مش عارف اخفها لان الناس تبى تهني الصناعية وتبى تطلع من هني، الا اذا انا عندي وصلة مباشرة هنا، في ناس تجي من هني. لأن الزحمة في العادة يكون مصيبة. انزين عندي هنا زحمة، شو بسوي؟ بجيب بوابة سارك، بوابة سارك هنا ما راح تركب يا صديقي، بتركب. انزين خلنا نوقف اللعبة، لأن إذا ما قدرت الحل بالطريقة العادية بحل بالطريقة الغير عادية، لو هي بوابة سالك. اوه هاي مصيبة ثانية، هذه مصيبة ثانية، ما اقدر احط بوابة سالك هني لان لحظة، هل هذا يخصه؟ هذه مصيبة ثانية، نحط احنا في مصيبة ثانية الحين. زين دام طحنا في مصيبة ثانية شو بسوي؟ بشل هذا بكبرة، بنحط بوابة سالك هني، وبنمد الشارع مرة ثانية. ابى اجبر الناس يستعملون شو ال، لحظة خلنا نشوف اهم شيء هذا اموره في اللبن. لحظة لا، هذا اذا مش اموره في اللبن مصيبة. شوفوا نبا، هذا خلنا نكسر لحظة، أظنها مسوي لي نص الأزمة تقطع هذا. شوف هذا بنيبة وين هني، مسوي بالطريقة هاي. space already occupied اوكي، بنسوي بالطريقة هذه وبنطلع شارعين من هني لين هني again، بس لازم ارجع بالطريقة هذه. خلنا نشوف الحين، شوف الزحمة اوكي، هذا بيحللنا شوي الازمة شوي خفيف، وشو بيسوي؟ بيزيد المدخول مالنا شوي، بس ازمة الصناعية هاي صعب حلها ترى، لان دشينا فيها مشكلة. اذا اسوي الشارع اتجاه واحد راح ادخل في مشاكل ثانية. انا بس حليت جزء من المشكله، والناس قامت تستعمل هالجسر اكثر. قام انا لازم اشيل هذا اللي هني على اساس انهم، واشيل هذا على اساس انهم يروحون هني. والله هني بروحه في مشاكل، ابى الناس اللي ماتوا بالشارع تستعمل اخر درد صراحه يعني يمكن، لكن في حل ثاني.
اللي مسوي زحمة هني اصلا كان كله شاحنات صح؟ انا منع الشاحنات من دخول اصلا المدينة من هالطريق، يعني هالشوارع الثانية ممنوع يدخلون شاحنات. هالشارع بكبره راح امنع دخول شو شاحنات، باصات، شاحنات، شاحنات، باصات، ممنوع دخول، مرة ممنوع دخول. خلنا نشوف شو بيسوون، خلنا نشوف الزحمة وين بتروح سيدة. شوفوا الحين الزحمة بتصير عندنا. سلامي سلامي. وهذا الشارع كذلك بخلي فيه ممنوع مرور الباصات والشاحنات. اوكي خلينا نشوف الزحمة الحين. الزحمة بتتم هني موجودة، او الشاحنات ما يمرون من هالطريق اصلا لان الشاحنات بيسوي لنا ازمة، فبمنع عن طريق خطوط السير هني جميع انواع الشاحنات انها تمر. والباصات انا لا باصات لا خلها تمر، بس انا بالشاحنات ممنوعة من هني والشاحنات ممنوعة من هذا الطريق. زين ونشوف الزحمة وين بتصير، لان الزحمة الحين هني اظني بسبب الشاحنات بس. ابو الشاحنات يجون من وين؟ من طريق الشاحنات، يدخلون من هني او يدخلون من هني، ما يقدروا يدخلون بس من هني يدخلون، وهني ممنوع يدخلون يمين. شوفوا كيف الزحمة خفت. اوكي استوت زحمة ثانية، لكن على الاقل بيروحون طريق ثاني. شوفوا الزحمة، اوف الزحمة. بنمنع خروج الشاحنات من هني. ممنوع. بشوف الزحمة وين تصير. شوفوا انتو الزحمة ترى 80 فريم من خساير اصلا سيتي سكاي لاين الزحمة. شوفوا الحين لازم يستعملون الطريق الثاني، والله عيب عليهم. اكتشف انه ممنوع يرجع صح، فلازم خليه من البداية اصلا ممنوع يلف هذا الطريق. ممنوع شاحنات من عن باتن هذا الطريق، بس مو بمنع الباصات، خلهم يلفون يمين. ممنوع الشاحنات يشوفون هذا الطريق بعد، لا لان في شاحنات تجيني من سيدة صح، ما بمنعهم يجون هني صح، بس بمنعهم يرجعون الشارع هذا. يعني ابى امنع الشاحنة تمشي هذا الطريق بس، ابى الشاحنات تجي وتطلع من شو طريق ثاني. وهذا معناه الشاحنات لازم يروحون هني الحين. يا سلام شوفوا اوريدي بعده عليه زحمة ترى، على فكرة مش انه ما عليه زحمة، عليه زحمة بيكون. شوفوا بس استوى فرق، استوى فرق حلو، استوت زحمة موزعة شوي اكثر. شوفوا الشاحنات قاموا يستعملون الطريق اللي على اليمين اكثر، وهالطريق اللي انا اصلا كتبوهم يستعملونه من البداية، لكن لازم مرات قوانين على اساس انه يفهمون على الواحد، مش دائما يفهمون بدون قوانين. هذه مشكلة أكثر الشاحنات تقريبا في كل مكان يا أصدقائي. إنزين الحين صار عندنا مشكلة واحدة هنا. المشكلة اللي هنا هاي مشكلة ثانية أكبر بعد، لأنهم قاموا يرجعون يسوون زحمة هذا الطريق. زين هذا الطريق إذا أقدر أسوي له أبجريد بيكون حلو. ما بقدر، مشكلة أعرف إنه ما أقدر أسوي له أبجريد. هذا اوكي يمكن، لا حتى هذا ما اقدر اسوي له ابجريد، هذا صعب للغاية، جدا 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 صعب. ليش ما اسوي طريق الشاحنات؟ عندي ازمة عالمية في الشاحنات يعني على فكرة. الازمة العالمية متحلة بطريقة واحدة، احط فلوس على الدرب هذا. ترى شوفوا هذا أزمة عالمية على فكرة، شوفون هذا، هذه أزمة فعلية.
هذه يبالي يمكن حلقة كامل بس أساسا نحل مواضيع الزحمة اللي موجودة. فشو بسوي؟ بسوي والله صعب الموضوع، صعب جدا، لأن أنا منعت الشاحنات من هالأماكن، فردت لي الشاحنات ترجع من وين؟ هذا هني ليش زحمة؟ هذا حق الجامعة، ما عليهم مشكلة، الشاحنات ما بيخطفون هالطريقة الحين، صعب. باص أوكي، شاحنة بيهني بيسوي زحمة، بيطلع برا بيهني بياخذ زحمة، بيسوي الزحمة هني. ممكن أسوي طريق شاحنات داخلي، ممكن أسوي طريق شاحنات داخلي، بس يسوي الطريق شاحنات ومنعتهم يطلعون الشارع العام، حتى الشاحنات اللي يبون الشارع العام ما بيقدر يطلعون، هاي أزمة ثانية. فبالتالي يا أصدقائي شو ممكن أسوي؟ أوكي أنا بخبركم، ناخذ الطريق هذا ونخليه بس لوين؟ يمين، ونمنع عليهم اللي يبون يسيرون يسار، اللي بيجون هني بس يروح يمين، اللي بيسيرون سيدة لازم ياخذون يسار. فبالتالي شو بيستوي؟ بتخف مفروض الزحمة نظريا. وانتو لازم نشوف النقاط كلها الطريقة نفسها، يعني واحد وهذا بيكون هني وهذا بيكون هني وهني على حسب الزحمة، وبنخلي هالشارع فاضي نظريا. اللي يبى يسير يمين بس بيهني، ايوه بالضبط، نظريا اللي بيروح يمين بس بيهني. فشو بسوي؟ خلنا نوسع الشارع، نسوي شارع اخضر، نظريا هذا المفروض يغير وجهة نظر حياتهم. اوكي هذا نظريا، لكن فعليا بيتم بعد في زحمة على الدوار هذا. شو ما اسوي؟ لان اتصور كلهم يبون يلفون يمين، اللي يجي من مصانع حتى يمكن يبون يلفون يمين. ليش حل المشكلة برا الكاميرا يا جماعة؟ المهم لان حلقتنا الحين خلصت، ونحن كان اصلا اساس الموضوع شو؟ بترول يا جماعة الخير. المهم مشكورين على متابعة الحلقة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.